أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة
واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضلون ويحرمونه عاما ليعاقبوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم صدق الله العظيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه
ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقد نصره الله فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
إلا تنصروه فقد نصره اثاقلتم الى الارض اثاقلتم الى الارض يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا
إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام كنا نستمع القرآن الكريم الحديث الاستاذ القارئ الشيخ عنتر الهداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على مقدرة الصوت والفراش الحديث الكبرى والمعرض الفني كتركبت من تحت درجة متوكلين على الله اولاد فريق المقيمين بالديبة حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وإن لله وإن إليه راجعون.